صباح الخير والنور. صراحة عاوتاني نهار تاني عندنا في مرتبيس ساوث كارولينا. ودابا كما العاده اول حاجه كنبداو بها هي نمشيو نفطرو. يلاه معايا ان شاء الله نمشيو نفطرو فطورنا ومن بعد نشوفو شنو غنديرو. ها معايا. ايوا دابا صراحه من بعد ما فطرنا قررنا اننا نستمتعو بالبحر ونعومو. صراحه البارح كذلك عندنا ودابا يمكن دابا كثر. البارح تقريبا غير شي ساعة بحال هكاك. دابا بقينا زعما كالسين شوية ونعوم البيدات وفتحنا الحوض. بيان سور جاي البحر خصنا نمشيو للبحر. المهم هادشي اللي كاين دابا. يلاه ان شاء الله نطلعو عاوتاني نشوفو شنو غنديرو من بعد. هانتوما معايا. كما كتشوفوا الوليدات هنايا كيعوموا في واحد الميل وما يقدروش يدخلوا لان اصلا البحر داير. ولكن المهم راهم نشطوا فرحوا وداو الامر. الله يحفظهم. الله يحفظ لكم وليداتكم حتى نتوما ومعز عليكم بطبيعه الحال. هادشي اللي كاين. وصلنا دابا البرودواي. وصلنا دابا هذا هو الاكواريوم. ما محاش ما غندخلوش ليه كما قلت. حنا غنشوفو غير نتمشاو باقيين. المهم انتو ايزاك ايزاك. هاد لاكتيفيتي زوينة. هذا مادي في انتظار زورق النجاة. كيتسنى مسكين كيتسنى مسكين الباطو باش يحرق. مبقاش عاجباتو الوضعية بغا يحرق هنا. ساعد صافا وركب.
من بعد من هالتجربه اللي دار الزوج ديالي صراحه اللي مزيانه ننصحكم بها، اكتشفنا هذا المكان، تقدروا تمشيو ليه في البرودواي او لا تشوفوا هذا الويب سايت اللي انا دابا دايره لكم. راه صراحه كيكونوا دي كوبون اللي بزاف الاتراكشنز واللي زاكتيفيتي اللي ممكن ديروا تما. ده بحال المحل اللي كاين في امريكان دريم مول. من بعد هادشي زوجي قرر تاني يجرب هاد الاكتيفيتي، صراحه حسب هضرتو حتى هي زوينه، ننصحكم حتى هي تجربوها، ممتعه يعني. انا مع الوليدات ما قدرتش نجري هادشي كله. ومن بعد منها مشينا اللعب والمراح وخلينا اسحاق يلعب، خلينا ليه صراحه كي انا متد باش يلعب اي لعبه بغا، ولعبنا شويه فوجنا انا وياه يعقوب كذلك. المهم لعبنا كاملين في شتى انواع يعني الالعاب، وخا صراحه ما مشينا معطلين يعني ما مستغليناش الوقت بما فيه الكفايه، ولكن ماشي مشكل. وكان هذا هو فيديو ديال اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم والفيديو الاخير في هذه الرحله المتعه. واخا راني كنتعطل عليكم في تنزيل الفيديوهات، ولكن غير سمحوا لي. المهم دمتم متعلقين.